صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. احنا دشلنا الثلاث مذابح اللي هنا، مذابح الرئيسية في الهيكل في الكنيسة هنا، في بقى ثلاث مذابح تحت، وفي ثلاث مذابح في ثلاث أماكن متفرقة. فالأباء نقسم نفسنا بقى، كل ثلاثة يروحوا مذبح من الثلاثة اللي معرفش مكانهم فين عشان ما يتهوش. يعني الثلاثة تحت هنا، هننزل الثلاثة، وبعد كده يا أبهات نقسم نفسنا بقى على المذابح التانية. احنا ايدينا فيها الميرون، فمحدش يمد ايده على السلام. واضح؟ واضح انه مش واضح؟ واضح؟